من الكويت ينضم إلينا الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور عايد أهلا ومرحبا بك. مضامين قوية انطوت عليها كلمة رئيس الوزراء الكويتي، منها أن المنطقة لن تهدأ طالما بقي العراق غير مستقر. ما الذي تحتاج المنطقة لتهدأ وتعزز استقرار العراق؟ يهديك الكرام. الكويت الحقيقة هذا موقفها يعني القديم المتجدد، دائما مع التضامن العربي، ودائما مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء. لا شك بأنه إذا العراق لم يستقر فبالتأكيد أن المنطقة ستعيش في قلق، وأكثر القلقين الحقيقة هم دول الجوار وبالذات الكويت، السعودية، وإلى حد ما الأردن، سوريا، وقد أيضا يكون لإيران ويعني تركيا بعض النصيب من هذا عدم الاستقرار. لكن بالتأكيد أنه استقرار العراق يهمنا، وعملنا منذ سقوط نظام صدام حسين على أن يستقر العراق. لكن تعرف العراق الحقيقة مر بظروف صعبة جدا، يعني بعد سقوط النظام بدأت الحقيقة عملية ما سمي بالمحاربة الأجنبي، ودخلت القوى الأصولية في مناطق من العراق. وعلى الجانب الآخر جماعة إيران في اتجاه آخر، وبدأت الحرب الطائفية الحقيقة. ولم يستقر العراق إلا بفترة وجيزة، وإذا بداعش تدخل وتحدث أيضا إرباكا خطيرا، تحتل ثلث العراق أو أكثر. وتضطر أيضا القوى الدولية والعراق الحقيقة لمواجهة هذا الخطر. وللتو أيضا خرج العراق من هذه المأساة. دكتور عايد، بالحديث عن الاستقرار إلى إعادة الإحمار. بالحديث عن الاستقرار، استقرار العراق، الشيخ يعني صباح الصباح دعا إلى احترام ودعم سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. إلى أي حد يمكن أن تستجيب دول الجوار لهذه الدعوة؟ صحيح، خذها مني، الدول العربية المجاور يعني على وجه الخصوص دول مجلس التعاون والمجاور منها طبعا الكويت والسعودية، إلى حد ما الأردن، سوريا لا أعرف جيدا عن وضعها الآن، لكن بالتأكيد هذه الدول تأكد أنها تريد للعراق أن يكون مستقر ومستقل تماما، ولا لحد عليه أي يعني تدخل في شأنه. الإشكال يكمن الحقيقة في إيران، لأنه إيران يعني لها جماعات موجودة، وهذه الجماعات تأتمر بأمرها ليس فقط في العراق وإنما في أماكن أخرى مثل اليمن، مثل لبنان، مثل سوريا. لذلك هذه الحقيقة هي التي تشكل إشكالية وخطورة على الوضع العراق. اليوم سمعنا كلام وزير الخارجية الإيراني وأنه يعني يسعى إلى الأمن والاستقرار في العراق. إذا فعلا هذا الكلام تصدقه الأفعال، فهذا معناه أنه لازم ينزع يده عن مساندة ما يسمى بالأحزاب والتنظيمات الولائية، وأن يعتبر هذا شأن عراقي لا دخل له، ولا يسلحها ولا يزودها بأي يعني أمور تؤدي إلى أن تتمرد على سلطة الدولة وتتحدى الدولة. اليوم في أحزاب يا أخي، عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله، هذه قوى الحقيقة. دكتور عايد، يعني طيب إذا تسمح لي بالمقاطعة، خليني أبقى بما تحدث به رئيس الوزراء الكويتي. هو أيضا الشيخ الصباح قال أيضا يعني يتطلع أو يعني عبر عن تطلعه إلى مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العراق. ما الذي تنتظره الكويت من بغداد؟ تنتظر تنفيذ الاتفاقيات. يعني أنت اليوم عندك يعني تعرف أنه في اتفاقيات طبعا يعني ما تتعلق شوية بالحدود، في اتفاقيات تتعلق بالتجارة، في رجال أعمال كويتيين يشتغلوا في العراق وأيضا يواجهوا بعض المتاعب الحقيقة
لذلك أنا أعتقد أنه ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات بعد خاصة مع سقوط النظام صدام، أنا أعتقد أنه من مصلحة العراق أكثر من مصلحة أي طرف آخر أن ينفذها سواء مع الكويت أو مع غير الكويت. نعم. لأن أنت الحقيقة عندما يكون هناك لديك التزام أنت كشخص، الطرف الآخر الحقيقة يطمئن إليك، لكن إذا ما تلتزم بما تم الاتفاق عليه حتما ما راح يكون هناك نعم. تعاون معك نعم. في المستقبل. إذن من الكويت الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.